الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة. شاركت اليوم في البانيل المتعلق بمكافحة الفساد، الوجه الخفي للفساد. حكينا على الإطار القانوني والتشريعي المنظم للفساد البيئي، حكينا زيادة على الانتهاكات وإلى المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لها المبالغين عن الفساد والمبالغين عن الفساد في القطاع البيئي وفي المجال البيئي. حكينا زيادة على مشكلة النفاذ إلى المعلومة، مشكلة الشفافية اللي قاعدين يعانيوا منه الصحفيين الاستقصائيين، وزيادة المنظمات اللي قاعدة تخدم على الفساد البيئي. قلنا اللي بعض الهيكل العمومية مهيش قاعدة تحترم كما يلزم في قانون النفاذ إلى المعلومة، وقاعدة تعتم ومهيش تتعامل بطريقة شفافة مع الصحفيين الاستقصائيين، ومهيش قاعدة تمثل فيهم بالمعلومة. هي كانت فرصة للتشبيك، فرصة للحوار، فرصة للقاء، فرصة أيضا لتبادل الأفكار، التجارب المختلفة، الرؤى، المقاربات في علاقة بموضوع نعتقد أنه مهم يتعلق بدور الصحافة بشكل عام، وخاصة الصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد، في مكافحة التهرب الضريبي، في مكافحة الجرائم المالية، في مكافحة التجاوزات والخروقات اللي تحصل للقانون. الصحافة الاستقصائية في تونس قبل 2011 ما كانش عندنا تجربة كبيرة، بعد 2011 بدأت التجربة تتشكل في مرحلة جنينية، اليوم بدأت تقطع في أشواط مهمة في تقديرنا من خلال عديد التجارب، من بينها موقع الكتيبة اللي كان حاضر اليوم وقدمنا مداخلة حول تجربتنا في عدد من التحقيقات الاستقصائية المحلية أو الدولية، خاصة التحقيقات الاستقصائية العابرة للحدود ولكشف حقائق ومعطيات مهمة للرأي العام في تونس وفي المنطقة، واللي نعتقد وأنها تفتح أفاق أرحب اليوم في علاقة بدور الصحافة في مكافحة التهرب الضريبي، الغش الجبائي، وإحنا نحكيه على دستور اليوم وضع فصل كامل، الفصل 15 للمسألة هذه. نعتقد الصحافة الاستقصائية عندها دور كبير في التأثير والتغيير، وخاصة في خلق نقاش حقيقي قدم الإضافة للتوانسة في القضايا المصيرية كما قضية العدالة الجبائية والعدالة الاجتماعية وغيرها من المسائل، وكما أيضا مسألة مكافحة الفساد اللي كلف في المجموعة الوطنية خسائر كبيرة. عديد التقارير الدولية تشير إلى أنه فما مبالغ كبيرة تخسر فيها المجموعة الوطنية بسبب التدفقات المالية غير المشروعة. لهذا تحقيقات موقع الكتيبة تركز برشا في شراكاتها مع لوسي سير بي اللي هو مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد عبر الحدود، أيضا مع الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، على مثل هذه القضايا والمسائل اللي نعتقد أنها تنجم تمثل مدخل حقيقي للنبش في القضايا التي تهم الناس، ومن خلال المقاربة اللي تقوم على مقولة الصحافة التي تنفع الناس. الندوة هذه تجي في إطار دعم جهود مكافحة الفساد بالتنسيق من خلال العمل الصحفي والعمل الميداني والإعلامي، دونك هنا جاء تنظيم الدورة هذه، استدعينا فيها عناصر فعلة في المشهد الإعلامي والصحافي التونسي من خلال تسليط الضوء على بعض قضايا الفساد اللي اشتغلوا عليها وسائل الإعلام هذه. لذلك علاش معناها كان التظاهر هذه كل مناسبة سانحة أو متاحة للناس الكل للتعامل أو الحديث عن الموضوع بكل أريحية، خاطر هذا قررنا يكون فضاء حر ومنبر حر لتناقش وتعاطي مع الموضوع هذا. أول حاجة الفساد هو معناها تجريم التطبيع المجتمعي اللي يصير أو تقبل إجرام الفساد في أشكاله الصغرى والكبرى. لذلك علاش معناها هذا تقريب تاخذ الخط الأول. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.